السلام عليكم اليوم انطلقت اختبارات الدوره العاديه لامتحانات البكالوريا دوره 2020 بالنسبه للمترشحين الاحرار اللي غادي تستمر الى غايه يوم غد اما باقي الاختبارات فغادي تجرى يومي 3 و 4 يوليوز بالنسبه لشعبه الادب والعلوم الانسانيه وشعبه التعليم الاصيل اما اختبارات كل من شعبه العلوم التجريبيه وشعبه العلوم الرياضيه وشعبه علوم الاقتصاد والتدبير وشعبه العلوم والتكنولوجيا وشعبة الفنون التطبيقية وجميع مسالك البكالوريا المهنية فغادي تجرى ابتداءا من 6 إلى غاية 9 يوليوز أعزائنا التلاميذ ما نساوش نوصيكم قبل الذهاب لقاعة الامتحان أنكم تكونوا حاملين معكم بطاقة التعريف الإلكترونية زائد استدعاء الامتحان والأدوات اللي غادي تحتاجوا هذا مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية من ارتداء الكمامة وتعقيم الأيادي والحفاظ على مسافة الأمان وكذلك تجنب المصافحة مع الزملاء ونتجنب أننا نتبادل أدواتنا مع باقي التلاميذ من اللي من الإجابة على أسئلة الامتحان خصنا نسلم ورقة الامتحان للمسؤول داخل القاعة ومن نساوش نوقعه في لائحة الحضور باستعمال القلم الخاص بنا ومن اللي نسلم من الامتحان من الأحسن نغادر المنازل ديالنا ونتجنب التجمع أمام مراكز الامتحان أعزائنا المترشحين التزامكم بهذه الاجراءات في حمايه لكم ولاصدقائكم ولبلادكم فحظ موفق للجميع